مرحبا، اهلا وسهلا بكم على ماليسونلاين.com. معكم محمد علي السويسي. مازلنا نتابعوا في الميتينغ نتاع لي بلوغور عرب في تونس اللي بدا نهار اثنين ويتواصل على امتداد الايامات الجايه، ومازلنا نتابعوا في لي انترفيو مع لي بلوغور المهمين في العالم العربي موجودين في تونس المده هذه. ناصر ودادي هو بلوغور موريتاني، لكن زاد يعتبر من اهم لي بلوغور عرب وموجود في تونس في ليفينمون هذايا. كان عمل مداخله باش يحكي على دور لي ريزو سوسيو في الثورات العربيه، شنو دور تويتر وفيسبوك في الثورات العربيه اللي بدات من تونس. هات نسمعوا شنو قال ناصر ودادي للكاميرا نتاع ماليسونلاين.com. بالنسبه للثورات العربيه، تويتر حقيقه وفيسبوك لم مش هما سبب الثورات قامت، هما اداه استخدمناها كما يعني كمجتمع مدونين وناشطين الكترونيين من اجل توصيل صوت هذا المواطنين اللي خرجوا في الشوارع. والنقاش اليوم يعني كان فعلا تبادل اراء بين كوكبه من المدونين والناشطين تمثل كل الدول العربيه والثورات اللي قامت، عن ميزات تويتر لكن في نفس الوقت عن نقائص تويتر، لانه فيه دائما خطر انه تويتر يتم استخدامه من اغراض سيئه، يتم مثلا نشر الاخبار الكاذبه، التحقق من مصداقيه المعلومه، وايضا الخطر الكبير اللي يهدد اي ناشطين ومستخدمين هو انهم ينحبسوا في هذا العالم الافتراضي وينعزلوا عن الواقع، وهذه مشكله تهدد البعض، لانه ما يمكن ابدا انك تستقى كل اخبارك عن طريق تويتر في 140 حرف، لانك اذا وقعت في هذا تنفصل عن العالم الحقيقي. لكن المفيد والدرس الاساسي هو كيفيه استخدام تويتر من اجل رفع التعتيم الاعلامي اللي كان مفروض على مساله الحقوق والفرديه والمدنيه في العالم العربي وتحت سلطه الدكتاتوريات، لانه قبل الثورات وسائل الاعلام الغربيه وطبعا حتى العربيه ما كانت تريد انها تتعامل مع حقيقه وجود شعوب كامله تعيش ظروف صعبه وترفض الانظمه اللي تحكمها. وهذا هو يعني الموضوع اللي تطرقنا له، وطبعا كل مدون وناشط اعطى خبرته من 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 الكونتكست اللي هو يشتغل فيه. مثلا السعوديين والمصريين، المغاربه، التوانسه، في خبرات كبيره تكون وخصوصيات في كل فضاء من فضاءات التدوين العربي. والهدف اليوم من الملتقى ان نحاول اعاده نشر هذه الخبرات على ضوء الاحداث اللي مرينا بها كلنا. اليوم نحكيو على السوشيال ميديا دارها في الثورات العربيه، لكن ما تراش انه السوشيال ميديا تويتر فيسبوك زاد يعني اصبح عنده اليوم دور اخر، يعني بعد ما خدم الثورات العربيه انه اصبح وسيله ولا اداه للسيطره ولا للمانيبوليشن، يعني اذا صحت العباره. او حتى انا يمكن نضيفك عليها ونقول لك انه حتى الفيسبوك وتويتر بدوا يصيروا ايضا اداه للثوره المضاده. مثلا عندك في البحرين، في سوريا ظهرت الجيوش الإلكترونية تحارب من أجل الأنظمة، تحاول أنها تشوه سمعة المدونين وتكذب الأخبار وتروج المقولات الأنظمة. وأيضا في خطر ثاني، وهو أنه التويتر والفيسبوك هم فقط أداة مش وسيلة، مش غاية في حد أنفسهم. والأداء المهم في استخدامهم هو عدم الوقوع في الفخ انه والله تويتر وكاله انباء بحد ذاتها او فيسبوك وكاله انباء بحد ذاته، وهو هذا كله فضاء ستون اسبيس دو سيمبيوز تعيشوا فيها كل هذه الانظمه من اجل انه المستخدم تكون عنده القدره على الحصول على المعلومات من مصادر مستقله. اليوم تويتر فيسبوك وين في اي طريق حاملين هالثورات العربيه، يعني في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط؟ والله يعني حالا الجواب على هذا السؤال صعب، لانه الاحداث تتفاعل بسرعه كبيره جدا، وصار يعني وقعت تغييرات كبيره في الطريقه اللي نستخدموا بها هذا. السؤال الحقيقي اظن انه اللي يطرح نفسه هو الى اين تتجه الثورات العربيه؟ وهذا طبعا هم حاضر
في بال كل مشارك في هذا المؤتمر. شكرا لك. تحياتي. كان هذا كلام ناصر ويدادي واحد من البلوغر اللي موجودين في الميتينغ تاع لي بلوغر زراب اللي يتواصل مدى هذا في تونس. ناصر ويدادي مش وحده، فما دي ميليتون اخرين، دي بلوغر اخرين يدافعوا على حرية الانترنت، فما شكون منهم حتى اللي اعطى الدعم للاتي من البرامج تونس. اكيد انا باش نرجع نحكيوا على لي بلوغر هذا ونحكيوا معاهم على ماليسونلاين.com. تحيات محمد علي السويسي في الامان.